هنروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع الكابتن خالد بيبو مدير الكره بالنادي الاهلي. كل التحيه والتقدير للكابتن ايمن شوقي وكل جمهور النادي الاهلي. الحقيقه فوز عظيم وانجاز تاريخي كالعاده، ارقام قياسيه في انتظار النادي الاهلي، مجهود كبير جدا سواء تحضير للمباراه، اصرار اللاعبين، جمهور، كل الامور دي الحقيقه انا هتكلم فيها مع كابتن خالد بيبو مدير الكره بالنادي الاهلي. يا كابتن خالد انا ببارك لك الحقيقه، الكل اجتهد بشكل كبير سواء الجانب الاداري، الجانب الفني، اللاعبين، جمهور النادي الاهلي، يوم عظيم النهارده يحسب في سجلات النادي الاهلي بالاداء والتاريخ المميز جدا والاصرار اللي شفناه. مبروك النهارده الفوز، بيمثل ايه لكابتن خالد بيبو، بيمثل ايه للنادي الاهلي؟ مبروك طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ولاعيبه. المكسب كان مهم جدا، الحمد لله احنا خدنا ورث كبير وبنحاول نحافظ عليه ونحاول نكبره، ودي حاجه تحسب لجمهور النادي الاهلي انه دايما بيساند الناس ودايما في ظهرنا، والحمد لله النهارده مكسب كان كويس. المباراه طبعا صعبه، احنا عارفين ان المباراه هتبقى صعبه، قسم قوي وقسم عنيد، انما الحمد لله احنا كنا مركزين والمباراه اتقسمت بشكل كويس وقدرنا ان احنا نحرز ثلاث اهداف ونوصل للنهائيه. لكل مجتهد نصيب، ده مش كلام في الهواء الحقيقه، لان احنا في المباراه دي هدف بيتلغي بترجع تعمل نتيجه كبيره جدا باداء مميز جدا في وقت قليل جدا. لعيبتنا بتجتهد بشكل كبير جدا، انا كنت خالف تدريبات الكل قلبه على قلب الرجل الواحد، الكل مش ما فيش حد فارق معاه غير النادي الاهلي. بيمثل لك ايه واوضه اللبس كمان السر الكبير جدا للكابتن خالد بيبو كمدير كره بالنادي الاهلي، الحفاظ على الامر ده مهم وبيحتاج صعوبه كبيره جدا يا كابتن خالد. لا هو طبيعي جدا ان انت بتشتغل طبعا في النادي الاهلي، وموضوع يعني مش صغير، موضوع كبير جدا، فطبيعي جدا ان انت تبقى مع اي خساره بتلاقي الدنيا يعني كل ناس كتير قوي تبقى شمتانه في النادي وعايزه النادي الاهلي يقع وعايزه النادي في النجاح. النادي الاهلي انت خامس نهائي افريقيا، خامس نهائي على التوالي، فطبعا في ناس كتير قوي زعلانه، يعني في ناس ده ناس كتير قوي ده عامل لهم مشاكل وتعبهم جدا، فطبيعي جدا ان هو يبقى طول الوقت قاعد عمال يحفر وراك وعمال يدورك على مشكله ويعمل لك اي حاجه ان هي تبقى بتعكنن على الفرقه. احنا الدنيا بالنسبه لنا هاديه جدا، ما فيش اي مشكله. لعبت النادي الاهلي لعبه كبيره، مش انا مش ناظم مدرسه، انا يعني كنت لعب في النادي الاهلي وعارف اوضه اللبس وعارف اجواء اوضه اللبس بتاعه النادي الاهلي، ولعبت مع ناس كبيره قوي، اشتغلت مع ناس كبيره قوي، يعني مش عايز اذكر اسماء. اوضه اللبس بتاعتنا يعني محكومه لوحدها، مش محتاجه ناظم مدرسه ان هو يحكم اوضه اللبس. لعبت النادي الاهلي لعبه كبيره وعارفه وفاهمه امتى بيبقى فيه اللعيبه بتبقى ماسكه نفسها وامتى ازاي بتلم الاوض، مفيش مشكله طبعا. انما تصدير المشكله وتصدير ان كل شويه ان مع او مع خساره يبقى الدنيا فكر، ده كلام مش يعني ما بيحصلش في النادي. احنا مش ضعف للدرجه دي عشان مع اول ازمه نروح واعيين ونخبى في بعض، لا ولا 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 محتاج ان انا اطلع اتكلم كل يوم واقول ده حصل وسوى. انا ما بسواش شغلي ولا بسوى للنادي الاهلي، احنا اكبر من كده بكتير. احنا شغل دايما بتاعنا هو اللي موجود على الصوره، انما عادي ان بتخسر جيم طبعا بنزعل وبنتضايق وبيبقى في غضب، والمباراه اللي وراها بنوصل نهائي افريقيا، فهو هي دي الكوره يعني. انما احنا لا بنخبي كور ولا بنرمي كور في عشان نكسب، لا اكسب في الملعب، عايز تكسب اكسب في الملعب. ده انا اتهاجمت اكتر من الناس اللي خبت الكوره نفسها، انا مش عارف ليه، او ان احنا بنخش في قصص ملهاش لازمه. يعني الناس اللي خبت الكوره نفسها ما تكلموش عليهم كده، طب اتكلموا عن الناس اللي خبت الكوره. احنا يا جماعه الغلط بقى صح والصح بقى غلط، يعني عايزين نتكلم كلام منطقي. انما احنا ما عنديش مشكله، انا عندي هدوء، انا لعبت وسط الجماهير دي كلها وعارف يعني ايه تبقى محطوط تحت ضغط، وانا بشتغل تحت ضغط ولا عندي مشكله ولا الكلام ده يفرق معايا في اي وقت ولا وقت. فانا عايز اقول لهم ريحوا نفسكم، الكلام ده مش هيأثر معايا. انا شوت ضربه جزاء في نهائي افريقيا والاستاد كله كان متقفل، ما قلقتش ولا خفت، هخاف من شويه كلام من الناس انا عارف ان هم مصلحتها ايه. فانا اقول لهم ريحوا نفسكم، انا ما عنديش اي مشاكل خالص، وانا هشتغل في النادي الاهلي لاخر يوم في عمري، هشتغل في النادي الاهلي، لان ده الجمهور ده ليه فضل كبير عليا، ده جمهور ده نمره واحد، هو اللي حطينا وهو اللي خلينا في المكان ده وهو اللي بيدافع عني في اي وقت من الاوقات. انا بشتغل بما يرضي الله ومش بتاع شو، مش هقعد كل شويه يعني ان انا اطلع واتكلم وادافع عن نفسي. وعايز اقول لحضرتك احنا النادي الاهلي نمره واحد، اللي يقدر يحصل يقدر يحصلني يبقى يتكلم عليا.
شكرا. كل الشكر والتقدير للكابتن خالد بيبو مدير الكره للنادي الاهلي، ومبروك الحقيقه الفوز الكبير والمميز في توقيت مهم جدا. زي ما قلنا مباراه كانت سيناريوهاتها يعني صعبه جدا. مستر كولر الحقيقه كان محضر بشكل كبير، لكن الاصرار الكبير والرغبه الكبيره وشخصيه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي العظيم الحقيقه اللي كان ليه كلمه سر النهارده هو سبب الفوز. كل الشكر والتقدير لكل لاعبي النادي الاهلي. خلاص يمكن في هذه اللحظات يمكن الترجي متقدم، ويمكن بنسبه كبيره جدا الترجي هو اللي هيوصل للنهائي ان شاء الله باذن الله. يكون تحضير جيد جدا ونقطه من اول الستارت ونبدا بشكل كبير وبكل الجديه الكبيره جدا لكل لاعبي النادي الاهلي وكل الجهاز الفني، تكون المباراه النهائيه لها حسابات كثيره جدا ولكل حدث حديث بمشيئه الله.